كل شيء على حاله في مدينة تعز. خارطة توزيع القوى العسكرية على جغرافيا المدينة تعكس حجم المخاطر الماثلة في ظل ما يعتبرها المراقبون جهوداً حثيثة لتأسيس عدن أخرى ومنفلتة أمنياً في قلب مدينة تعز الأكثر تضرراً من المعركة طويلة الأمد مع الإنقلابيين. مجدداً اندلعت المواجهات مع مسلح كتائب أبي العباس التي أحكمت سيطرتها على الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة تعز أثناء وبعد عملية تحرير المدينة. معظم التجاوزات الأمنية والاختطافات والاغتيالات ارتبطت بنشاطات العناصر المسلحة في تلك الأحياء دون إجراءات حازمة حتى الآن من قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية حيال هذه التجاوزات، والاكتفاء بالتحركات الاستعراضية لأطقم الحملات الأمنية وبوصف المتورطين في الأعمال المخلة بالأمن بأنهم عناصر خارجة على القانون. عمليات القنص التي تستهدف أفراد الجيش الوطني والشرطة العسكرية من تلك الأحياء لم تتوقف، وهي التي كانت سبباً في اندلاع أحدث الاشتباكات المسلحة بين الجيش وعناصر موالية لكتائب أبي العباس وتفجير الوضع الأمني في مدينة تعز خلال الساعة 24 الماضية. الأنباء الواردة من مدينة تعز لا تزال متضاربة حتى اللحظة بشأن ما قيل عن انتشار للشرطة العسكرية في حي المستشفى الجمهوري إثر توجيهات أصدرها محافظ محافظة تعز أمين أحمد محمود خلال ترأسه اجتماعا طارئا للجنة الأمنية، ما يعني أن المواجهات ما تزال مرشحة للمزيد من التصعيد. بذلت تعز تضحيات كثيرة على درب التحرير واستعادة الدولة، لكن ثمناً باهظاً لا يزال يتعين على أبنائها دفعه في ظل تقاطع مصالح أكثر الأطراف سوءاً في هذه الحرب والتي تجمع على تكريس معاناة تعز قدر إيمان أبنائها بالدولة والنظام الجمهوري والوحدة.